وصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي. وذكرت الوزارة أن المبادرة تواصل التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة، وذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تواصل مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من سبتمبر ولمدة شهر، تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. وقد تم عقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى والمصانع بمختلف المحافظات للاتفاق على توفير كافة المتطلبات المدرسية، حيث شهدت هذه المرحلة من المبادرة التوسع ومضاعفة عدد المنافذ المشاركة فيها لتصل إلى 2286 منفذاً وخمس معارض رئيسية وخمسين معرضاً فرعياً على مستوى الجمهورية. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي دايماً مستمرة للتخفيف على المواطن اللي بيحب بلده، سواء كان مصنع أو كرجل أعمال. المهم جداً أنه هو يكون مشارك ولو بشيء بسيط جداً تجاه المبادرة وتجاه المواطنين بتقديم أسعار مخفضة للمنتجات الغذائية أو حتى منتجات المدارس. بنقدم المنتج بتاعنا عن طريق معارض وزارة الداخلية اللي هي عاملاها في الشوادر في الميادين العامة أو في السلاسل التجارية، من المنتج للمواطن مباشرة، بحيث ان احنا نوصل لاقل سعر. بقى في ثقة ان المواطن المصري بيحصل على السلعة بالذات جودة عالية جدا ومواصفات عالية جدا وبنفس الاسعار اللي هي بسعر الجملة. فاصبح المواطن النهاردة حريص على المبادرة، واصبح التاجر وكل التجار النهاردة بيتشاركوا في المبادرة. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم. وتتسابق المصانع المشاركة في المبادرة في تجهيز المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وصناعة وطنية، تمهيدا لطرحها للبيع في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. كما استعدت المكتبات بالمعروضات المدرسية المتنوعة لتلبي كافة احتياجات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بتخفيضات كبيرة، انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم الأسر المصرية. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول المدارس عاملين تخفيضات عالية جدا في مبادرة كلنا واحد. تستمر المبادرة في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 40% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة كلنا واحد أنا بلقاها في أماكن كتير وفي سوبر ماركت كتيرة موجودة، ويعني أنا بحس إن دي حاجة كويسة من الرئيس إن هو دايما يوفر الحاجة دي لكل الناس. بنشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يعني الصراحة سلع متنوعة كتيرة وجودة كويسة وأسعار ممتازة أقل من بره بكتير. أشكر الرئيس على الجانب الإنساني وعلى كل المبادرات اللي بيعملها عشان يساعدنا ويقف جنبنا وفي ظهرنا. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية. شكرا يا ريس على مبادرة كلنا واحد، ونتمنى المبادرة دي تقعد معانا على طول. عربيات المبادرة موجود فيها كل شيء متاح، اللي هي العيشة الكاملة اللي المواطن بيحتاجها. موجود فيها رز وموجود فيها سكر ومكرونة وزيت، وأرخص من بره في الأسعار. تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد بمساهمتها الفاعلة في توفير المستلزمات والزي المدرسي مع بداية كل عام دراسي جديد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. الله.
مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما بدا واضحا من خلال مد فعاليات المبادرة وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مع بدء عام دراسي جديد، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.